عباد الله، لقد مضى من رمضان شطره واكتمل بدره، وليس بعد الكمال إلا النقصان. لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هذه سنة الله فيما خلق، تأتي الأيام وتمضي، وتقبل الشهور وتنصرم. والسعيد من وفقه الله عز وجل لاغتنام كل يوم جديد. ولله در القائل: لقد تنصف الشهر وانهدم، وفاز من بحبل الله اعتصم. اللهم اجعلنا من المعتصمين بحبلك يا رب. لما كانت أيام رمضان أياما معدودة، وكانت ساعاته ساعات محدودة، وقد انصرم من هذا الشهر نصفه، كان لابد من التذكير بفضل الشهر وأهمية وقته وزمانه الذي نحن فيه. لأن العبد العاقل اللبيب إذا عرف قيمة الشيء قدره وعز عليه أن يفرط فيه وأن يغفل عما ينبغي فيه. ولذلك كان قول ابن الجوزي رحمه الله رحمة واسعة: ينبغي على الإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته. الإنسان يخصص يسن الشرف بالقدر بالمكانة نروقت ساعاتين تعيش، ومن ذلك معرفة قدر هذا الشهر الفضيل المبارك، خاصة وقد مضى من هذا الشهر نصفه، نصف رمضان الشهر. بالأمس كنا نترقب قدوم الشهر، وبالأمس كنا نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان. البارح كنا كنقول: اللهم بلغنا رمضان. وها قد بلغنا ربنا هذا الشهر الفضيل المبارك فضلا منه ومنة ونعمة نحمده سبحانه وتعالى. فهل أدينا حقا شكر هذه النعمة، الشكر العملي الذي كان يحرص عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وهو يقوم الليل بين يدي ربه حتى تتورم قدماه، فتقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: يا رسول الله، تفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان كيقوم الليل وكيصلي حتى كيولي ما قادش يوقف الدكور ويز ما ذبت. زريت عائشة فرفقا منها بنبينا صلى الله عليه وسلم ورحمة به، تقول عائشة: يا رسول الله، تفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. شكسي ربي غفارش ما يميز جهد ذي خفن ججت يقع. إنس النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا الشكر العملي لهذه النعمة ولهذه المنة أن غفر الله لنبينا وحبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه. اعملوا آل داود شكرا. من شكر الله بعد شكر اللسان وبعد اعتراف القلب والجنان شكر الجوارح والأركان. بعد ما يشكر الإنسان الله سبحانه وتعالى ويستشعر النعمة والفضل أن بلغه هذا الشهر العظيم، يشكر الإنسان ربه بلسانه ثم يشكر ربه بجوارحه وأركانه. وهذا الشكر اللي خصنا نبينوه في هذا الشهر الفضيل المبارك، شهر رمضان، قياما وتلاوة وتدبرا ووقوفا مع أحكام الله ووقوفا عند حدود شرع الله، والتزاما وامتثالا واستقامة وتصويبا لأخطائنا، وتقييما لذواتنا، ومحاسبة لأنفسنا، وتعديلا لسلوكنا، وتصويبا لمنهجنا، وتصحيحا لفكرنا، ومراجعة لأولوياتنا، إلى غير ذلك من الأمور التي ينبغي أن يحرص عليه الإنسان وهو في هذا الشهر الفاضل، شهر الطاعة والقربة إلى الله سبحانه وتعالى. وإلا كان هذا العبد مغبونا، كان ممن غبنوا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحذر من عدم عمارة الأوقات وعمارة الزمان وعمارة فراغ الإنسان بالطاعة والإقبال على الله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. شحال من واحد كيتشمت في هاد جوج نعم؟ اش من نعمة
نعمة الصحة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصحة والفراغ، الصحة والفراغ. إنسان ما دارش الخير من اللي كان بصحته، ها، وما تهلاش، وما كانش من أهل الاستقامة، وما كانش من عمار المساجد، وما كانش من الحريصين على صلة الأرحام، جاء عليه أوان وساعة صار عاجزا عن فعل ذلك، ولا ما قدرش، ما قدرش يمشي للجامع، ما قدرش يخطو الخطوات، ما قدرش يصل الرحم، ولا عاجز، فرط في زمان صحته، فرط من اللي كان قاد. كذلك الإنسان يفرط في ساعات فراغه، كان عنده وقت، كان عنده وقت باش أنه يدير ويعمر الأوقات بالخيرات والطاعات، لكنه لم يفعل، لم يفعل، لم يفعل. ومن ذلك عمارة هذا الشهر الفضيل، هذا الشهر المبارك بطاعة الله والقربة إليه. نحن في زمان له قيمته وله شأنه وله قدره، وأظن على ذلك الشيء قيمة هذا الشهر المبارك. وأعداء الله وخصوم الدين وأهل الأهواء والذين يريدون أن تميلوا ميلا عظيما، ويريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، ويريدون منا أن نتبع الشهوات، ولا يريدون منا إقبالا على الله، بل يريدون منا إحجاما وإدبارا وإقبالا على برامجهم ومخططاتهم وملهياتهم. أعدوا، أعدوا. احنا تنشوفوا احنا الإعلام ديالنا ووسائل الإعلام قبل ما يقرب رمضان، ترقبوا في رمضان مسلسلات رمضان، أفلام رمضان، دراما رمضان، سكيتشات رمضان، تواجن رمضان، موائد رمضان، مجدين، مجدين. لأن ذاك الوقت ما خصوش يمشي في العبادة والطاعة، خصنا نوجدوا لهذا الأمة ولهذا الشعب ولهذا الشباب ولهذا الناس، نوجدوا لهم أويك أويك يمشيوا في هذا الشهر اللي تسلسل فيه الشياطين ويعمروا بيوت الله عز وجل، أويك أويك يمشيوا نشغلوا بكتاب الله عز وجل. خصنا نهيئوا لهم ونوجدوا لهم، وتنشاهدوا واحد الاستنفار في وسائل الإعلام فوق ما جا رمضان، فوق ما جا رمضان، فوق ما جا رمضان، موجدين لنا كاميرا خفية، وموجدين لنا سكيتشات، وموجدين لنا فكاهة، وموجدين لنا مسرح، وموجدين لنا مسلسلات، وموجدين لنا كأن هذا الشهر العظيم شهر كآبة وملل. بحال إلا بغاو يقولوا لنا راه جايكم واحد الشهر اللي تتقنطوا فيه وتتملوا فيه وتتقسكم الكآبة والحزن، حنا غنفوجوا عليكم، شينا خاو منفوج، اه وتقنيضة شهر وتقنيضة شهر رمضان غيقعد شي نخلصوا وجداهم، اه وتبين صاحا شاير وقت النهار نشمين دي غتستعذوب تجير نشمين دي غتعذو، ما تفكرش ما تفكرش، حنا راه موجدين لكم. الناس تعمروا الاوقات بالمعاصي بالفراغ بالتفاهه بالسخافه، موجدين لنا شي امور اللي هي تافهه وسخيفه للانسان، بسبب تتبعه لذلك يسرق من وقته، كيتسرق ليه من الوقت ديالو. واش من وقت؟ ماشي وقت عادي، وقت ديال هذا الشهر اللي لعله لن يعود ولن يدركك وأنت بكامل قواك وصحتك، ولا ربما لن يدركك وأنت على وجه الأرض، قد تكون غدا تحت الأرض وتنتظر ساعة العرض على الله عز وجل. ولذلك أيها الإخوة الفضلاء، نحن أمة ينبغي أن نعنى بأوقاتنا وأن نهتم بها وأن نعرف شرف هذا العمر وهذا الزمان الذي جعله الله عز وجل أرضا للحرث وللكد والسعي للقربة من الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى في هذه الآيات ديال الصيام اللي هضرنا على بعضها سابقا، الله سبحانه وتعالى إذا تأملنا في آيات الصيام نجد الله سبحانه وتعالى يذكر لنا، يذكر لنا هذا الزمان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيام أيام أيام، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أيام، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذا الليل وهذا الفجر وهذا الشهر وهذا الأيام، هذا كله إشارة إلى أن هذه العبادة عبادة وقتية زمانية، بأن هذا الوقت ينبغي أن يراعى وأن يحرص عليه العبد حتى لا يضيع منه ولا ينفلت من بين يديه، فإنه لن يعود، لن يعود. هذا من خصائص الوقت، بلاد ما نروح انت 8 قرص قد خرفت، كل شيء يخرف، كل شيء يخرف، لكن الوقت راه ما غيتخلف ليكش، ما غيرجع ليكش، ما غيتعوض ليكش. لله در بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه إذ قال:
ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت فيه شمسه لم يزدد فيه عملي. شو عندي ما بخش النحاش تمشي نوج النهار يعذو تغريف وشت النس ما شو ذي ساني غشزي الأعمال ما زادش الإنسان من الأعمال. هذا الإنسان إنما هو أيام كما يقول الحسن البصري رضي الله عنه ورحمه ابن آدم إنما أنت أيام كلما ذهب يومك ذهب بعضك. كلما ذهب يومك ذهب بعضك. وقتاش ما مشى نهار راه مشى منك واحد الجزء. نحن سائرون إلى الله، نحن سائرون إلى الله عباد الله، نحن في رحلة في هذه الدنيا نستظل تحت شجرة ثم نواصل المسيرة إلى الله سبحانه وتعالى. فما الزاد وما البضاعة؟ ما الذي أخذناه معنا؟ شنو اللي خديناه معنا؟ فضيل بن عياض رحمه الله رحمة واسعة رأى رجلا فسأله، سولوا ملي كانوا الناس اللي يذكروك بالله سبحانه وتعالى، ملي تجلس معاه وتهضر معاه وتلقى معاه يذكرك بالله، وإذا ما حدثك حدثك بما يذكرك بالله لا بما يذكرك بالدنيا. قال لي كم عمرك؟ قال كم عمرك؟ قال الرجل 60 سنة. قال الفضيل رحمه الله منذ 60 سنة وأنت تسير إلى الله يوشك أن تصل. شاف عمرك 40 سنة، 40 سنة وانت غادي عند الله قريب توصل. شحال في عمرك؟ 20 سنة وانت غادي عند الله قريب توصل. قال كم عمرك؟ قال 60 سنة. قال الفضيل منذ 60 سنة وأنت تسير إلى الله يوشك أن تصل. قال الرجل اللي فهم المعنى، اللي فهم المعنى الرجل قال إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال له الفضيل رحمه الله أو تدري معناها؟ إذا كنت تفقه معناها وتعرف أنك لله وأنك إليه راجع فاعلم أنك بين يدي الله موقوف. وإذا علمت أنك بين يدي الله موقوف فاعلم أنك بين يدي الله مسؤول. وإذا علمت أنك بين يدي الله مسؤول فأعد للسؤال جوابا. فبكى الرجل، بكى ثم قال ما الحيلة؟ اش غندير؟ قال الفضيل يسيرة يسيرة، أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى. بقي من الشهر أيام، بقي من الشهر أيام، ينبغي أن يحرص العبد على أن يستغلها وأن يحسن فيها، عسى أن يغفر الله عز وجل لنا ما مضى. ما مضى دازت 15 يوم، وكل واحد منا عليم بنفسه خبير بدسيستها، يعرف ما قضى فيه هذا الشهر وفيما أمضاه يعرف. أو كان من المقبلين على الله عملا بحديث رسول الله يا باغي الخير أقبل، أم كان من المدبرين المحجمين المغفلين ممن استغلتهم وسائل الإعلام وألقت بهم في غيابات التيه والتفاهة. الإنسان يعلم نفسه، الإنسان عارف رأسه. هذا الشهر أيام معدودات بصيغة القلة، أيام قليلة ماشي كثيرة، أيام قليلة. إحنا الزمان كله كنشكو منه، إحنا دابا كنقولوا العام طار، الموسم الدراسي مشى، هضرة جوجي وذا قال شو السنة طول. سبحان الله إيوا السنة طول، الأيام كطير، الوقت ما بقاش فيه بركة، ما عرف شنو هذا الوقت، ما عرف شنو هذا الزمان. من أشراط الساعة تقارب الزمان حتى تصير السنة كالشهر ويصير الشهر كالجمعة وتصير الجمعة كاليوم. سيمانا أمنها، البارح كنا كنخطبوا، اليوم راح نخطبوا، البارح الجمعة اليوم الجمعة، البارح رمضان اليوم رمضان. فعلا نشتكي من سرعة الزمان ومن سرعة الوقت، ولذلك ينبغي أن نسارعه وأن نسابقه وأن نغتنمه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا اغتنم 5 قبل 5، اغتنم
اغتنم. علاش؟ لان غتضيع منك، غتضيع منك وما غتلقاش فرصه ثاني، ما غتلقاش فرصه ثاني. نسال الله عز وجل ان يوفقنا ويبصرنا ويفقهنا. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الملك القدير الغني عن الشريك والوزير المنزه عن الضد والند والشبه والنظير. نحمده أن من علينا بنعمة الإسلام، ونشكره أن جعلنا من أمة خير الأنام، ونستعينه على قضاء حوائج الأيام، ونستغفره من كل الذنوب والآثام، ونصلي ونسلم على نبينا وحبيبنا سيد الأنام محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الإخوة الأفاضل، قلت إن هذا الشهر عبادة زمانية وقتية، وللوقت فيها مكانة عظيمة جليلة، بل العبادات كلها، بل العبادات كلها قرنها ربنا جل جلاله. هذا أركان الإسلام اللي احنا كنهضروا عليها، الأركان الأربع العملية بعد ركن الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كلها مقترنة بزمان محدد حدده الشرع الحكيم. يقول ربنا في شأن الصلاة: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. موقوتا وقت، عنده وقت. أقم الصلاة، أقم طرفي النهار وزلفا من الليل، لدلوك الشمس إلى غسق الليل. وقت، كاين وقت ديال إقامة الصلاة، كاين أوقات. هذه العبادة لها وقت ولها أزمنة محددة، وهذا من النظام التشريعي. يصبح الظهر، العصر، المغرب، العشاء، وداك الشيء منتظم في أوقات متفرقة حددها الشرع الحكيم، ولم يترك ذلك للخلق وللناس، بل جبريل يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم باش نعرفوا أن ذاك الوقت عنده قيمة وعنده مكانة. واش النبو يا ربي خمسة زج ثين زج مرمي مقسم نغمر من مغاكر وقت، مرمي مغاكر وقتك. ها علاش؟ لأن أهواء الناس شيء آخر، تبقى لا عبادة لا جماعة لا عمارة مساجد لا تجمعات بحال هذه لا تشي حاجة. احنا عارفين وتنقولوها وغنعاودوها ودايما نقولوها، مثل هذه الجموع تسوء الأعداء. أي والله، تغيظ الذين في قلوبهم حنق وكيد وكراهية لهذا الدين. مثل هذه الجموع، هذه الجموع اللي كتشوفوها في الجوامع راه ما تتعجب شي ناس، تتعجب شي ناس. هتفرش على برا وفي الشوارع وفي المساجد كلها راه ما تتعجبش واحد العدد ديال الناس. لما كرهوش أننا نكون مسرحين أمام الشاشات وأمام الوقائع، المواقع والصفحات والمنتديات، وحالين فمنا وتضحكوا على رأسنا، نضحكوا على راسنا. شين والو وقع مرمي غن كاميرا خفيه دغيا رمضان خني دغنقيو، شين والو وقع الدرامايا. هذا الفن حنا ناعس كاع، ما يجي حتى رمضان عاد باش ينشط. ها كلشي كينشط في رمضان، كلشي كيتحرك، كتبان سكيتشات، كتبان المسرحيات، كلشي كيولي فنان، كلشي كيولي فنان. علاش؟ باش نشغلوا عباد الله عن ذكر الله وعن طاعه الله. اللي كانوا العلماء كيتخلوا عن امهات العلوم وامهات الكتب التي كانوا يدرسونها. الناس من اللي كانت كتقري الحديث والفقه وغير ذلك كيجي رمضان كيحبس داك الشيء كله وكيتفرغ لكتاب الله سبحانه وتعالى، كيتفرغ لكتاب الله عز وجل، لأنه شهر القرآن بامتياز، شهر القرآن بامتياز. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. إلى الله المشتكى وعليه التكلان. عبادة الصيام جعلها الله عز وجل عبادة وقتية زمانية. الحج أشهر زمان وقت، الحج أشهر معلومات، بل حتى العبادة المالية ديال الزكاة وآتوا حقه يوم حصاده، عندها وقت وعندها زمان، وكاين حوالان الحول، كاين العام وكاين الحساب. هذا كله حتى يعلم أن لهذا الوقت شأنه ومكانته وزمانه وقدره، عفوا. وكلما انصرمت منه أيام اعلم بأن ذلك إنما ينقضي من عمرنا ومن آجالنا. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح الجامع، مر النبي عليه الصلاة والسلام على قبر فقال للصحابة: ركعتان مما تحقرون أو تنفلون، يزيدهما هذا إلى عمله أحب إليه من بقية دنياكم. النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر فقال واعظا مذكرا للصحب الكرام، قال: ركعتان مما تحقرون أو تنفلون. تحقرون دوك جوج ركعات اللي كتصليها أنت ما كتحسش بقيمتها، كتصليها خفيفة، عقلك ما كاينش، تساهي تتفكر في مشاكلك وفي أمورك الدنيوية، باغي تحيد عليك تقل،
ركعتان مما تحقرون أو تنفلون، تصليها نافلة يزيدها هذا إلى عمله. هاد السيد اللي راه في القبر كون يلقى دوك جوج ركعات، ملي غير اثنين ركعات ثنتيان للصحيفة عملت، أحب إليه من بقية دنياكم، أحسن ليه من داك الشيء اللي بقى لك في العمر كله ومن الدنيا ديال كلها. علاش؟ لأنه يدرك وهو في حفرة القبر وظلمته قيمة الركعتين، كيعرف القيمة ديال دوك الركعات اللي ما كانش عارف قيمتها هو في الحياة وفي الدنيا. الإنسان ما كيعرفش قيمة الأعمال الصالحة إلا بعد أن يوارى جسده الثرى، إلا بعد ما يتدفن. عاد ديك الساعة قال رب ارجعون. علاش؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا ما كاينش رجوع، الوقت ما فيش رجع اللور. ورد ساعة تغفى، رد ساعة اللور وشوف واش تقدر ترجع دابا انت للصح، وتعاود داك الشيء اللي ما درتيش مع الصبح ديرو. ما يمكنش ابدا، ما يمكنش. كذلك المرء يوم يحتضر ساعة الاحتضار كتولي الأمنية ديال منتهى أمنيته أو مناه ومبتغاه عند ربه أن يؤجله. قال ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب اش غندير؟ فأصدق وأكون من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. هذاك وقت، هذيك ساعة محددة مضبوطة، أعطاك الله عز وجل الفرصة، أعطاك عمر مديد، أعطاك أيام وشهور وسنين، أعطاك رمضانات، ماشي رمضان واحد، جاك رمضان وجاك الآخر وجاك الثالث وجاك الرابع وجاك الخامس وجاك السادس، وأنت تسوف في التوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل، تأتيك الساعة بغتة، فتتمنى أن لو ترجع، كتمنى باش أنك ترجع، تتمنى ذلك وأنت في ساعة الاحتضار، كما يتمنى الخلق ذلك وهم بين يدي ربهم سبحانه وتعالى. يقول ربنا جل جلاله: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا. فوقاش يوم القيامة، طبعا لأنهم رأوا العذاب ورأوا النار وأبصروها، وصارت من علم أو من عين اليقين، من عين اليقين، ولا شي حاجة، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ. يرى الإنسان النار بين يديه. يقول الله عز وجل: ربنا أبصرنا وسمعنا. الآن طلب ديالهم شنو هو؟ فارجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فارجعنا يا ربي أرنا، أردنا يا رب نديروا شي عمل صالح. نحن في أيام هي من الغنيمة لو تدبرنا حقيقة هذا الشهر الفضيل اللي خلاه الله سبحانه وتعالى عايش وباقي في الزمان تال دابا، فهو في مغنم إن عرف وفقه كيف يستفيد من هذه الأيام، وكيف لا تضيع منه الساعات. هذه فرصة باش أن الإنسان يقطع. حنا عندنا الناس مبلية بالهاتف النقال، اسمحوا لي، ناس مبلية بالتصفح ديال المواقع، الناس مبلية بتتبع الأخبار اليومية السوقية، الناس مبلية باش أنه يقرأ التعليقات اللي دارت عليه في الصفحة ديالو ديال الفيسبوك، الناس مبلية باش يقرأ كاع الواتسابات اللي يدخل ليه، الناس مبلية باش أنه يتبع مسلسل أو سكيتش معين، الناس مبلية، كل واحد باش مبلي. هذه فرصة إذا لم تقلع اليوم فمتى؟ إذا لم تقلع في زمان تعرف قدره ومكانته، إذا لم تعود نفسك على أن تتخلص من هذه الأمور وأن تقاطعها، دير مقاطعة مع رأسكم مع هذه الأمور التوافه السخيفة الخاوية. هذا شهر العبادة، شهر القرآن، شهر التدبر، شهر التلاوة، شهر القربة، شهر الخير، شهر الطاعة، شهر الإقدام على الله عز وجل. تفرغ من عبادة تنتصب لعبادة، وإذا فرغت فانصب. كملت قراءة القرآن قرأ شوية في التفسير، كملت من تفسير الآية سير ذكر شوية الله عز وجل، كملت من ذكر الله عز وجل دير صدقة، دير صلة رحيم، تفقد الناس، تفقد المحتاجين، دير حسن جوار. كين ما يدار الإنسان المؤمن ليس له مدة
مدة فراغ أو ساعات فراغ أو أوقات فراغ، أبدا أبدا ما عندكش فراغ، عندكش ساعة اللي غتجلس فيها هوا يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه في جميع الأحوال دياله، في جميع الوضعيات دياله، في جميع ساعاته وحركاته، في حله وترحاله، هو مع الله سبحانه وتعالى، هو مع الله جل جلاله، هو مع الله. لكن الإنسان للأسف الشديد يفوت على نفسه هذه الفرصة. كيف يفوت الإنسان على رأسه هذه الفرصة؟ ولله در الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة، وهو على شفير القبر يدفن رجلا. حسن البصري كان كيدفن شي واحد، كانوا عند المقبرة كيدفنوا شي واحد، فأمسك بيد من كان بجانبه، كان حدا شي واحد وشدوا في يدو، شد لي في يدو، قال لي لو رجع هذا إلى الدنيا ما تراه يصنع؟ لو رجع هذا إلى الدنيا ما تراه يصنع؟ اش غيدير هذا دابا اللي راه تدفن، إلى رجع للدنيا اش غيدير؟ واحد مطرف، واحد مطرف من أصحاب القبور، إلى رجع للدنيا اش غيدير؟ شاف الحقيقة، شاف وعايش، وعايش القبر والظلمة والوحشة والمحاسبة وغير ذلك. إذا عاد إلى هذا إلى الدنيا ما تراه يصنع؟ قال الرجل للحسن البصري، قال يكثر من الطاعة، يقدم على الطاعة، يقبل على طاعة الله عز وجل. قال الحسن البصري فاتته فلا تفوتك أنت، فاتته فلا تفوتك أنت، قد فاتتهم عباد الله فلا تفوتنكم أنتم، فأنتم في شهر الغنيمة شهر الخير والبركة. اللهم وفقنا للعبادة والطاعة، اللهم وفقنا للعبادة والطاعة، اللهم اشغلنا بطاعتك، اللهم اشغلنا بطاعتك، اللهم اشغلنا بطاعتك، اللهم فقهنا في دينك، اللهم فقهنا في دينك، اللهم اجعلنا من التالين لكتابك، من المتدبرين لآياته، من الواقفين عند حدوده، من المحكمين لشرعك في أنفسنا وفي بيوتنا يا ربنا. اللهم حكم فينا كتابك، اللهم حكم فينا كتابك، اللهم حكم فينا كتابك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا كل تفاهة وكل سخف وكل لهو وكل عبث وكل إعلام ساقط. اللهم كره إلينا كل هذه الأمور التافهة السخيفة يا رب، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. أي والله، أي والله صرنا بحاجة إلى أن نسأل الله عز وجل أن يكره إلينا هذه الرذائل، فقد تعلقت بها القلوب والأفئدة. ولا الإنسان متعلق بشي حواج اللي هي تافهة وسخيفة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. لم تنهض أمة من الأمم إلا لأنها استغلت أوقاتها واستثمرت ساعاتها وحرصت على طاقات شبابها وأبنائها. رجع الدول اللي نهضات ووصلات وحققت شي حاجة ولات كتشكل قوة اقتصادية في العالم، مع أنها ما عندهاش موارد، ما عندهاش موارد. حنا العالم الإسلامي الخيرات كلها مزلعه، مشيتي للبحر، مشيتي للفلاحه، مشيتي للبترول، مشيتي فين ما مشيتي الخير كاين، خير كاين، لكن شغلنا بالتفاهه والسخافه وما حققنا والو. ها دول اللي عندها غير الزلزال وتحرك ديال الارض، اليابان كل مره تهز الارض، كل مره هزل هزل هزل، ومع ذلك ومع ذلك استطاعوا باستثمار اوقاتهم وطاقاتهم وجهود ابنائهم وتوجيه اعلامهم ان يجعلوا طاقه 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 في بلدانهم، وقوه تفرض سطوتها وسيطرتها على العالم كله. علاش؟ الوقت، قضية ديال الوقت، قضية ديال الوقت. احنا ما عندناش قيمة، الوقت آخر شيء. احنا بنادم ما كاينش غات سعاد يصغى حيض عاش، الدنيا هاني. ما كاينش نهار أد يسدي وشا، الدنيا هاني. شتي تأخر عليك سيمانة، غاس عادي عادي. مريع على رخي أكثر أيام أربع أيام، ويكينا ذي جنحاش، ما درت شي حاجة. عمل اليوم يؤخر إلى يؤخر إلى السنة المقبلة. ها عمل ديال هذا النهار يتأخر حتى العام الجاي. البرنامج والمشروع اللي كان خاصو يدار هذا الشهر ما يدار حتى لواحد العامين ثلاث سنين اخرى. انا ماشي هذا الشيء، راه ماشي قضيه افراد فقط، قضيه اشخاص واحد ابدا، هذه قضيه هيئات ومؤسسات وحكومات للاسف الشديد، اناس واطر اطر. صرنا لا نستشعر قيمه اوقاتنا، ما كنحسوش بقيمه الوقت.
صلى الله عز وجل أن يبصرنا ويفقهنا ويرد بنا إلى الحق ردا جميلة. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم أعطي أنفسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يمن كتابنا، يسر حسابنا، اجمع شملنا، ألف بين قلوبنا. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا. تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم وفقنا لتلاوة كتابك، اللهم وفقنا لتلاوته والوقوف عند حدوده والعمل بأحكامه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ملك البلاد أمير المؤمنين محمد السادس، اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فأنت العز الأكرم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وأقم الصلاة.